نحن اليوم بحملة غراس المستقبل. هاي الحملة بتهدف لأنه الطفل يحس بيعزز ثقته بنفسه، ويحس الطفل أنه هو فعلاً عمال يبني مجتمعه ويبني البيئة اللي هو عايش فيها. هاي الحملة بتهدف لغرس 300 شجرة بريف حمص الشمالي بمنطقة الرستان والدار الكبيرة والمكرمية والهاشمية. هلق امبارح كانت الحملة بمنطقة الرستان، اليوم نحن بمنطقة الدار الكبيرة. شفنا هيك فرحة كتير حلوة عند الأطفال، خصوصا إن كان عندهم هيك إحساس بالمسؤولية إن اليوم عمال يبنوا يساعدوا بإعادة بناء مدرستهم. ما شايفين الريف الشمالي بالمناطق اللي مرق فيها أو الأوضاع اللي مرق فيها، تحول الريف الشمالي لتصحر أو لمناطق صحراوية بعد ما كانت ريف حمصي جميل بأشجاره بطبيعته. إن شاء الله اليوم نكون قدرنا أن نحقق هذا الهدف ونرجع نبني المجتمع من أول. غاز الأكسجين مفيد إنه للتنفس، ما هيك؟ طيب تعال عندي. صار عنا شغلتين، صار عنا إنه من زي المدرسة، وتاني شيء بتنقل الجو مثل ما قلنا عبد الله. شو كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لحملة التشجير التي أطلقتها مؤسسة إحسان لإغاثة التنمية بالتعاون مع المجالس المحلية في مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، قام كادر صديق طفل بتنظيم حملة تشجير في إحدى مدارس الابتدائية في بلدة دار كبيرة. وفي بداية الحملة قمنا بجمع الأطفال وأسردنا لهم بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على فضل الشجر وأهميتها وضرورة الحفاظ عليها وعدم قطعها. ثم قام المنشطون بشرح الأطفال الطريقة الصحيحة والسليمة في زراعة الأشجار، وبعد ذلك قام الأطفال بأنفسهم وبسواعدهم الصغيرة بزراعة الأشجار، وكان لهم دورا جوهريا وأساسيا في عملية الزراعة. وبعد انتهاء عملية الزراعة قام فريق توعية بإعطاء جلسة للأطفال، تحدث هذه الجلسة عن أهمية الشجرة وضرورة عدم قطعها، وتخلل هذه الجلسة توزيع بروشرات وملصقات توعوية. تضمنت هذه البروشرات فوائد الأشجار الكثيرة، ومنها إعادة الحفاظ على التوازن البيئي وتثبيت التربة ومنظرها الجمالي ومنظرها للزينة أيضا. والشكر في نهاية هذا النشاط للأطفال الذين كان لهم دورا أساسيا وفعالا في هذا النشاط، والشكر موصول أيضا لإدارة مدرسة الأنصار الدولية التي قدمت لنا كافة التسهيلات وذللت العقبات أمانا في سبيل إنجاح هذا العمل.